متعودة. اللي تأكل واللي تلبس وتودي النادي، اللي تذاكر واللي تدلع تشخط وتدادي، اللي تأكل واللي تلبس وتودي النادي، اللي تذاكر واللي تدلع تشخط وتدادي. خلاص مشي، خلاص ما قلنا لك مشي.
ماريو. ايه كلابالا، ايه رايك كده بقى عديتي الاختبار الصغير؟ بس خدي بالك العيال دي اساسا عيال سيس. بيس بيس، بلاش بيس دي والنبي. قولي قشطه او جوز اللوز. جوز اللوز حلوه، بس بيني وبينك انا كنت بهر مرعوبه. الخوف موجود على طول، الشارع عودني عليه، بس اتعلمت اقف قدامه عشان اعرف اعيش. طب بقول لك ايه يا طلباله، انا كده ايه رايك، جاهزه ولا لسه؟ افتكر انك دلوقتي جاهزه. كفك. لقد قررت ان احرك العالم ضد قتلة البراءة، فلابد للعالم ان يتجدد، ولابد للشر ان يتبدد، ولذلك قررت دخول هذا العالم من قاعه والانغماس فيه والتعايش مع افراده كواحدة منهم، حتى اصل لاعماق اعماق هذا المجتمع والكشف عن خباياه. هذا هو دور الصحافة الحرة الحقيقي. غدا هو اول ايامي في اختراق جحور الشوارع، وليعلم الجميع اني اذا مت في سبيل ذلك اني كنت في شغل، كنت بحاول اقوم بدور ايجابي في المجتمع، واني ما اتجننتش ولا انحرفت. بكرة اول يوم سقسقة، مش عارف يا عالم هرجع انجي تاني امتى. هينجي لازم تشجعي نفسك، انتي في مهمة وطنية. دي الروح. نراجع بقى، نراجع. خوريو غوريو. برافو برافو قنوش، برافو. جنيه يا باشا، جنيه. هات جنيه يا باشا، هات جنيه يا باشا، هات جنيه يا باشا، هات جنيه يا باشا. يطعمك ما يحرمك، هات جنيه يا باشا. جحرك وراح فين يا في يا خور يا، خليك في حالك. خد يا مش هسيب. عايزه يا كلوش معلم سامبو تفكرك اتعكاش هتريك اتجوزت. مين الموزه دي يا دي سقسقة، وابعد عنها احسن لك، اصل هي بتفطر على العيال. انا جعانه يا كلابالة. معلش بلاش تاكلي كلوشه، اصل طعمه زباله مش هيعجبك. وهاكل ايه فيه بقى، ده المعظم المدود المعصعص. ماليش فيها، تيجي معايا المعلم صامبا عاوزك حيا او ميت. عايز تاخد بونت عند المعلم عفايه؟ لو انت مكاني كنت هتعمل كده. كده كده كنت رايح المعلم عشان عايزه تقوم سقسقه للعشيره، وابعد عن سكتنا احسن لك. شكلي كده هفطر على عظم النهارده يا كلاباله. ما اخافش من حد كده. طب تعالى بقى، طعمه زبالة. قلتلك ده طعمه زبالة، ونمت في الزبالة، كل حاجة في الزبالة. قلتلك أنا كنت فاكرة استعارة مكنية، طلعت تشبيه صريح. أنا افتكرتك قاعد اتعكشت ولا هبقت كده، رحت كده ولا كده. أه بس لولا إنك داخلي مطاطي جايب لي معاك حاجة حلوة. أنا كنت هفتكرك بقى رحت احترفت في عشيرة تانية. أنا كلا صباعك الكبيرة كبير قدام العشيرة. أصيل أصيل يا ده، أنا كنت فاكر إن خانيتك الزبالة اللي كلناها سوا. الزبالة ما بتخونش غير أولاد الناس كبير. بقول لك أصيل يا ابن الحرام. تربيتك يا كبير. وأنت بيه بقى يا أبورة؟
انا سأسأ سأسأ لا تحلو. ايه؟ سأسأ لا تحلو. يعني ايه؟ هو اسمي كده. اسمك كده؟ البنت دي مين يا؟ دي بنت ناس جرى عليها الزمن. بشكل ربنا بيحبك والدنيا هتفتح في وشك. انا غلبانه وعايز اعيش في ضلك يا كبير. بتعرفي تقشفر يا بت؟ ده انا مقشفره على الاخر خالص. انا هشوف النشله يا كبير تعرف بقول الله تطلع القرش من جيب الزبون لكنها ساحر. خلاص هنحطها تحت الاختبار ولو نفعت هرقيكي ولو ربنا بيحبك هيخلينا نحبك. الله يخليك يا ريس. اعجبك يا ريس. انا كنت ناوي اقطعلك ايد اقطعلك رجل بس انا بصراحه لقيتك حلوه وعجباني وقلت اسيبك بقى. جايز جايز افكر اجوزك. يا نهار اسود، يعني هيقطع دراعي ورجلي يا هيتجوزني؟ تحقيق صحفي ايه ونيلت ايه؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا هسلمك البنت دي امانه في ايدك. ها تعلمها اصول كارنه واللوائح بتاعت العشيره. تمام. انا اهم حاجه عندي الانضباط. اهم حاجه عندي ايه؟ الانضباط. المهم انت النهارده بعد الطابور تحلفي بقى القسم. ماشي؟ سلام عليكم. قسم كلامه. هو ايه الطابور والقسم اللي بيقول عليهم دول؟ قسم الولاء والطاعة بعد طابور الليل. انت كده عديتي. الحمد لله الحمد لله عديت من الخطر. الحمد لله عديتي للخطر. دخلتي جوه. انا جوه هناك في الخطر؟ انا؟ الله يطمنك. عايزه اروح. امدي قلبك ما تخافيش. يعني انا لو اكتشفوني هتدافع عني؟ طبعا انا اعرفك. الندل ما تمرش فيك البسطرمه. كويس البسطرمه قد كده اللي كلتها. واطي خدها كلابالا اديها القسم تحلفه. معلش يا باشا انا مش بعرف استقرا فيعني حضرتك قول وانا اقول ولا ناقصها علام. قولي ورايا. اقسم بالله العظيم. اقسم بالله العظيم. ان احافظ مخلصه. ان احافظ مخلصه. على نظام العشيره. على نظام العشيره. وترابط افرادها. وترابط افرادها. وسلامه اراضيها. وسلامه اراضيها. واتعهد باني. واتعهد باني. هقسم مع زمايلي الحلوه والمره. هقسم مع زمايلي الحلوه والمره. صح. اللقمه والهدمه. اللقمه والهدمه. لاني ملكوهم. لاني ملكوهم. ولان الزباله في دمي. لان الزباله في دمي. زي ما هي في دمهم. زي ما هي في دمهم. والله على ما اقول شهيد. والله على ما اقول شهيد. تحيا عشيره سامبو الجامبو. تحيا عشيره سامبو الجامبو. تحيا عشيره سامبو الجامبو. تحيا عشيره سامبو الجامبو. اثبت يا عليك السلام وبركات اللقمة الحرام. حرمت عليك عيشتك يا ابن الحرام. وقعتك سودة معايا. انت من النهاردة تخصينا. بقيت واحدة مننا يعني. واللي يخصك يخصنا. تحت أمرك يا ملك مقالب الزبالة والخرابات. لا 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 بحبش الجمايل. أنا عايز منك شغل وبس. طبعا يا باشا وفي غير الشغل. ده الشحاتة دي يا باشا بتجري في عروقي كده. يعني سعادتك لو القرش ما وقعش في حجرنا من ذات نفسه اديله مقص يقع في حجرنا على طول. شكلك خبره بنت وتعمري معايا. الله يخليك يا ريس. انا اهم حاجه عندي الامانه والشرف. الامانه وايه؟ والشرف. ايوه. معلش لا مؤاخذه المحفظه بتاعت سعادتك ما ينفعش يعني اعلم عليك في اول يوم كده. تحت انا؟ لا مؤاخذه. لا امينه يا بنت. هو كده حرام يلف يلف ويرجع لصاحبه. ده الحرام يجري وراك يا ريس ايه اخر الدنيا. وانت اسمك ايه بقى يا حلوه؟ خليكي في حالك يا بت. يا اخويا دينا بندردش عايزه اتعرف. انا اسمي سقسقه. سقسقلها تحلو. وانا صافي. عاشت الاسامي. وانتوا بقى اساميكوا ايه؟
انا اسمي عوني ببيع مناديل. عوني يا حبيبي قلب امك، صغير كده واسمك عوني؟ معلش غلطه وتتصلح، قصدي يعني غمه وتنزاح. لا بس اسمك زي الفل. وانت اسمك ايه؟ اسمي شرف، بنت تحديد العربيات. شكلك كده البلطجي بتاعها. بلطجي مين ده؟ غلبان ومالوش فيها. غلبان ومالوش فيها. وانت بقى اسمك ايه؟ انا سميره، بشحت من الموزز قدام المطاعم، انا ولاد اللي اسمه قمح اللي بيلعب كوتشينه هناك ده. ايدك يا ده على 10 جنيه لو مش قال لي اللعبه ما تلعبش. وانتوا على كده بتشتغلوا كلكم مع بعض؟ المجموعه دي بس بيشتغلوا مع بعض مع المعلم مكاوي وحسين الكيوت. حسين الكيوت ده مكاوي ده يدتي لما حسين الكيوت طيب بيشتم بالام بس. طيب بيشتم بالام بس. وانت يا سميره انت منين يا حبيبتي؟ يا اختي انا اعرف منين، انا وعيت لقيت نفسي مع صامبو وهو مشغلني مع مكاوي وحسين الكيوت وما اعرفش حد غيرهم. انا بقى عارف اهلي بس مش عايز اعيش معاهم عشان كل شويه يشتموا وضرب لحد ما زهقت. يا سلام، يعني انت اللي هنا عايش متهني؟ يا اختي ما كله محصل بعضيها اهو، كله شغل وخلاص. طب ما انا كمان ابويا مشغلني انا وامي واخواتي، هو قاعد في البيت بيشرب حشيش وبيسكر على قفانا. الموضوع مش سهل، انا دخلت عالم كبير، ضحايا اطفال بيستغلهم غلان ما يعرفوش الرحمة. يا ترى هقدر اعمل لهم حاجة؟ تعالى نقعد في الضلة دي، انا مش قادرة. انا خلاص كده بقيت من العشيرة، والمعلم بتاعك ده بقى في عبي كده، خلاص مش لازم نشحت. طبعا لازم، صامبو ماشي ورانا عيونه. يا مامي يعني احنا متراقبين؟ طبعا، ولازم تثبتي ولائك. يعني ايه هنشحت ليه؟ انا تعبت بقى تعبت. طبعا، ولازم تثبتي له انك شحتة بريم عشان لازم فيكي يرتاح. يعني انتوا بتذلوا نفسكم للي يسوى واللي ما يسواش، وفي الاخر بتدوا الفلوس دي كلها للي اسمه صامبو؟ ده شغلنا، واللي يخسر معاه يعجزه. يا سلام، ما احنا ممكن نقول له ان محدش ادانا حاجه. احنا بيتعدى علينا كل حد يوطي يدينا حاجه، واللي خسر ما يرد يقطع صوابعه. يا مامي ايه ده؟ ده عصابه بقى، مافيا، مش مجرد عيال صيع وخلاص. ما انت فاكره نفسك دخلتي عشان صامبا عشان تتفسحي؟ ده انت دخلتي عش الضبابير. والضبابير دي ملهاش عندي غير الشبشب. لعلمك بقى صامبو ده انا هجيب قراره وهخلي الحكومه والبلد كلها تقوم عليه وهتشوف. ماليش دعوه بالكلام ده، ولو صامبو كشفك ولكن اعرفك. يا سلام، لا رجوله ياض. طب غوريو تعمل ايه عندك؟ بشوف حوامي كلها. يا سلام، وناكل من الزباله ليه بقى؟ ما احنا معانا فلوس كتير اهو، ممكن نروح نجيب اي وجبتين كومبو. كومبو؟ احنا لو اتغدينا كومبو هيتعشى بينا صامبو. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان ما ينفعش نصرف جنيه من الفلوس دي، ولازم ناكل من الزباله. ليه؟ قوانين العشيره دي قوانين الناس اللي عايشين زينا. لا بقى، انا مش ممكن اكل من الزباله حتى لو هموت من الجوع. ما انت لو ما اكلتيش من الزباله هتموتي بطريقه تانيه. على ايه صامبو؟ والله احسن ما اموت من القرف. قرف ايه؟ قرف ايه؟ انت مش شايفه نظيفه ازاي؟ دي لسه مرميه طازه زي ما انت شايفه. ما شاء الله، الزباله نظيفه قوي ما شاء الله. ايه ده؟ دي عليها حشرات، دي بتمشي. ليه؟ ده حشرات مفيده كلها فيتامينات. انا مش عايزه فيتامينات، انا شكلي مش هكمل المهمه دي على خير. ليه؟ حاسه ان صامبو هيكشفك؟ لا، حاسه ان انا هموت من التسمم. مامي اتأخرت قوي النهاردة. شفتي الإهمال؟ دلوقتي ميعاد غدا وهي لسه ما جاتش، وما هتأخر زمن. انت كل اللي فارق معاك الغدا، انا قلقانة عليها بجد. ما تخافيش، هتلاقيها عندها شغل زيادة. بقت كل يوم بتتأخر. عارفة يا بنتي، انا النهاردة ولا هذاكر ولا حامل أمورك. ليه؟ اضرب لحد ما هي تيجي. انا عمر وحشني قوي. وحشني انا كمان والله. شايفة مامي وبابي بيعملوا فينا ايه؟ مام اكيد غصب عنهم، هما برضو بيتعبوا عشان. بس احنا كده مستقبلنا هيضيع.
بابي على طول مسافر ومامي على طول في الشغل وبترجع بالليل، وعلى طول تيتا سايبانا وقاعدة مع عمر. احنا لازم نحاول نشيل المسؤولية زي كلبالة. حتى كلبالة ما بقاش موجود، احنا لو اتشردنا دلوقتي هنروح فين؟ في نفسك كده، معلش بكره تتعودي. لا لا انا مش ممكن اتعود على حاجه زي دي ابدا. ما انت لازم تتعودي على اكل الزباله، مالكيش غيره طول ما انت معانا. لا انا مش زعلانه خالص على اكل الزباله، بالعكس ده طلع طعمه حلو قوي. امال بتعيطي ليه؟ انا زعلانه عشان كرامتي اللي اتبهدلت كتير. معلش عرق الكرامه ده شيليه من دمك، احنا شحاتين وبناكل اكل عيش، ده شغلنا. لا انا مش زعلانه على كرامتي اللي اتبهدلت النهارده بالشحاته ابدا، بالعكس انا زعلانه على كرامتي اللي اتبهدلت بالصحابه سنين، وزعلانه على السنين الطويله اللي عدت من غير ما اشحت. تعرف انا لميت كام النهارده؟ انا النهارده لميت في يوم واحد اللي ما لميتوش في شهر في حاله في الصحافه. الصحافه دي بتاكل حد عيش؟ لا تعرف الشحاتين في مصر بيكسبوا اكتر من المصريين اللي شغالين في الخليج. والله ما شغلانه الشحاته لمت. ايوه لمت. تعرف انا وعلي ضيعنا عمرنا كله في الصحافه وكلام فارغ. ما انت كام يوم هترجعي للكلام الفارغ ده؟ هو انا بصراحه يعني كلبانه بفكر ان انا اكمل معاكوا هنا واقعد معاكوا في العشيره بقى، بصراحة سأساء بتكسب أكتر من إنجلي كتير من الكلب دي. وبعدين حاسة إن أنتوا كده بقيتوا عشيرتي وأهلي. ها كتير أهل. لأ فلوسي في إيه؟ لا والله برافو عليك يا بنت سأساء، خدي مش خسارة فيك لا في حد عشانك. متشكرة يا كبير. أفهم من كده إن أنت راضي عني يا ريس؟ طبعا راضي عني. انت عارف الواد كرباله ما كانش بيعرف يلم نص اللي لمه وهو معاك. توجيهاتك يا كوتش. انت عارفه يا بت يومين زي النهارده كده واخليك برنسيس العشيره دي كلها. كتر خيرك يا برنس العشيره. صلاة بسبب شغلنا ما بشوفش غير الاشكال العفشه، كنتش متخيل ان هلاقي واحده حلوه بصيره. تقصد ايه؟ انا سنجل يا بت. اللي هو ايه السنجر ده؟ سنجل؟ لا يعني بدور على نص التاني. طول عمري بنفسي كده، نفسي نفسي الاقي واحده بنت حلال اتلم معاها في خرابه واحده. وماله يا ريس، ده انت برنس اي حد يتمناك. بس انا بصراحه عشان انت عجباني انا مش عايز اكذب عليك، عايز اقول لك الحقيقه. قول يا ريس قول. ما هو عشان الريس. يعني انت مش البيك بوس الريس اللي هنا؟ لا أنا الراجل التاني. إيه ده رشدي أباظة؟ يا بنت افهمي، أنا كبير العشيرة دي بس مش الكبير قوي. لا طبعًا مش الكبير قوي، ده أحمد مكي الكبير قوي. استغفر الله العظيم يا رب، أنا الدراع اليمين والكبير قوي هو العقل. آه يعني أنت مش المخ؟ لا أنا العضلات. أمال المخ فين بقى؟ المخ لا، محدش يقدر يشوفه غيري. ليه بقى ان شاء الله؟ عفريت؟ لا اصل هي ما بتحبش حد يعرف عنها حاجه. ايه ده، هي واحده ست؟ مين اللي قال لك؟ انت لسه قلت ما هي. انا ما قلتش حاجه، انت هتوديني في داهيه. لا انت قلت ما قول 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 قول. بص سرك في بير، الكبيره في بير. اسمعيني بس، اصل انا لو قلت هتذبح انا وانتي. ها؟ كلامك طلع صح يا كلباله. انت عارف؟ سامبو مش هو الكبير. عرفت منه مين هو الكبير؟ عرفت منه مين هو الكبير؟ لا خاف يقولي. أول مرة أشوفه مفرفر كده، واضح إنها مسيطرة. مين دي مسيطرة؟ الكبيرة رئيسة العصابة بتاعتك طلعت واحدة ست. ست؟ يعني اللي خطفنا من أهالينا واللي مشردنا ومعلمنا السرقة والشحاتة واحدة ست؟ ست؟ مالك بتقولها كده؟ أيوة واحدة ست. مالك معترض يا ابني؟ الستات مش سهلين، ده مخطط ارهابي ما يخرش الميه، اللي عمله مش سهل ابدا. دول مجانين. مين دول المجانين؟ احترم نفسك، انت هتعمل لي فيها ابو الليف؟ انا مش مصدق ان كل ده تعمله واحده ست. سلام
جرايا جيسي، ده احنا لحمنا بلدي مكندز ما نتاكلش، ونتاكلنا عضمنا ركب ما نتهرش، ونتهرشنا نشرخ في الزور ما نتبلعش. الله عليك يا مزغنجي. احبك يا ستاموني مهما الناس لاموني. زلال حاضر ابو الراحه. يلا ما تفك الكلبشات يا عسكر، ده كله بتفك الكلبشات. لو سمحت يا فندم. نعم اتفضلي اقف هناك لحد ما اندهل. معلش ممكن حضرتك اعمل مكالمه للمحامي بتاعي؟ اتكلمي على ايه؟ على التليفون حضرتك. طب ايه رايك تكلميه على سكايب حتى يبقى فيس تو فيس؟ كويس برضو، بس لا التليفون احسن، التليفون احسن. والنبي يا بنت التايهه. لا لو سمحت الا ماما، حضرتك ترضى حد يغلط في مامتك؟ انت تغلطي في امي؟ لا لو عايزه تجيبي سيرتها تجيبي سيرتها في الخير، هي تحبك وتدعي. ربنا يخليها لك يا رب، ادعي لها على طول. قولي لي بقى انت عايزه محامي؟ يا ريت لو سمحت، ده حقي اللي بيكفله لي الدستور. دستور؟ ايه ده؟ البنت دي بتتكلم في السياسه. واجري يا بنت اقف هناك، اقف هناك وشك للحيط وقفاكي ليا، اوقفاكي ليا ووشك في الحيط. ايوه لا التانيه احسن عشان بتخنق. يلا بنت الجره هناك يا بنت، اقف هناك لحد ما الظابط حسين يجيك. حاضر بس لو سمحت قول له ما يتاخرش عليا. لا ما تخافيش، ده هو جاي في توك توك. انت اعتذري معايا، اتفضلي اتنين اقف هناك. حاضر كلك ذوق. بطلنا من نكيني الزعمية. بس يا حسن نتكشف. بدي اموت لو مشاركت. متقلقش متقلقش، انا اعرف الضابط اللي موجود هنا، وبعدين محدش يقدر يقرب لنا، البلد فيها قانون. افايا. تمام يا فندم. جدع يا عسكري بول، اول مره تفكر صح، كويس انك جبتها في المكتب ده. تموها يا باشا. ايوه انجي، انت ازاي تعملي كده؟ انت فاكر نفسك ضابط مباحث؟ في ايه؟ انا صحفية ومن حقي اعمل اي حاجة وكل حاجة علشان اكشف الحقيقة وافضح الجريمة. ولما انت تكشف الحقيقة وتفضح الجريمة انا اعمل ايه؟ العب بنين. الله حمد بنين. يوجدكو ايه؟ اسمع. حاضر يا بيه. في ايه يا حسين؟ لازم الشرطة والصحافة يتعاونوا لمصلحة الشعب. انجي العصابة دي لو كشفتك هتتشقلط؟ لا يا فندم مش هتشقلط ولا حاجة، لأن أنا بيعتبروني واحدة منهم دلوقتي. إنجي العصابة دي لو كشفتك هيفتكروا إنك شغالة معانا، وهتضيع عليا تحريات سنة كاملة، ومش هنعرف نوصل لهم تاني. لا ثانية واحدة، الفلاشة دي يا فندم. وانزل بالطول بقى عشان اكمل. الفلاشة دي يا فندم عليها كل الصور، كل المعلومات اللي انا جمعتها، وقريب قوي هوصل لرئيس العصابة. انجي ما تستهبلش يا حسين وسيب ايدي. مصر عمرها ما هتنسالك الجميل ده ابدا. انجي الفلاشة دي كام جيجا؟ 164 جيجا. مش خسارة في مصر يا فندم، مش خسارة في مصر ابدا. بس الفلاشة دي أنا هحتاجها بعد المهمة. بس الفلاشة دي كده ملهاش أي لازمة، لأن إحنا قدرنا نوصل للبوس الحقيقي. أيوه البيج بوس. أنا عارفه، دايماً يطلع بسجارة جنبه قط بلدي عمال يفعص فيه. وحتى بالأمارة اسمه شامبو. حتى بالأمارة لا خالص، اسمه سامبو مش شامبو. وبعدين أنت بتقول عليه بخش والحاجات دي، سامبو ده يبقى نائب رئيس العصابة أو مساعد رئيس العصابة. دراعه اليمين يعني؟ أيوة دراعه اليمين. برافو عليك، اللي بيأكل القطة اللي بصخ دي. أما مين هو رئيس العصابة؟ عم مغاوري الجنايني؟ مغاوري إيه؟ رئيس العصابة مفاجأة، واحدة ست حلوة زي القمر، بس لسه ما شفتهاش. خسارة، كان نفسي أروح أشوفها أنا كمان. حلوة أوي، احنا كده بقى نطبخ الخطه. ها عشان ما حدش من بقيه الاسم ياخد باله. نطبخ الخطه؟ انت كله اكل كده يا حسين. هعمل ايه طيب؟ بص بقى، احنا هنكمل الخطه عادي. وهنزلك مع بقيه العصابه تقعدي في الزنزانه معاهم، وهنكمل بقيه المشهد عادي. انت اسمك سقسقه، وهقعد اشتمك وهزق فيكي قدامهم. طب بس بلاش ضربه. ها
شويه نكمل يا باشا. كمل. يلا بنت امه نجر قدام. يلا يا ساسا. يلا يا ساسا قدام البيت. حاض قوم حاض. يلا نجر على الزنزانه. يلا بنت على الزنزانه قدام. ام 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 اها وا وا وا. الست براديس جايه دلوقتي. ها وبعدين لولا ان انا واثق فيكي ما كنتش هخليكي تشوفيها. ليه بقى ان شاء الله وانا ما اشبهش؟ لا ما عادش ينفع اشوفها غيري. لا بقول لك ايه، انا شرطي عشان اتجوزك لازم تطلبني من رئيسة العصابة. انا بنت عصابات محترمة. اهلا يا معلمة. اهلا يا سام. خير؟ مين العمورة؟ انا سأساء. سأساء يا ست الستات. سأساء لها تحلو. بس بنت شاطرة على كيفك يا معلمة. انا جربتها بعدين فصان نضيف وانا بستأذنك اتجوزها. ما تتجوزها. ماشي. عندك اي خرابة؟ ايه اللي منعك؟ لا حضرتك انا قلت له ما ينفعش يتجوزني من غير ما ياخد رأيك يا ست برديس. ده انتي بيج بوس. بيج بوس؟ تايلا يعني يا سامبو. ساء ست برديس دي بتساعدنا وتعطف علينا، ملهاش علاقة بالعشيرة. انت مش قايل انها رئيسة العصابة؟ الله يخرب بيتك هتوديني في 60 داهية. تصدق ان انت عيل غبي؟ جايب البت دي منين؟ من الشارع. البت دي عامله هبله وبتشتغلك. لا انا بت الشارع وتربيت مقالب الزباله يا ريسه. بت؟ وانت هتعمليهم عليا؟ انت فاكراني سامبو لهبل؟ لا ده احنا ستات زي بعض. تعالي لي هنا يا بت. تعالي. تعملي ايه بس؟ في ايه؟ ايه ده يا روح امك؟ ده الكاسيت بتاعي، بحب اسمع اغاني عليه لما ابقى فاضيه. وبعد خداع رجل عشيرة الجامبو سامبو المغفل، ولأن عينه زيغة زي كل الرجالة، هيخليني قابل رئيسة العصابة بتاعته، ودي بداية نهايته ونهايتها ونهاية مافيا أطفال الشوارع. انت حكي؟ طب أقسم بالله هموتك النهاردة. والنبي تتنيل. حاضر. ما تهدي ما تعمليش غارة. الله. لو انت كنت فاكرة يا بنتك ان هتعرفي تضحكي عليا. طب ده وحتة خرنج. الله ليه كده يا معلمة؟ اخرس يا باجم. ده انت طلعت خرنج يا سامبو. وانت ازاي تسكت لها؟ ازاي؟ انت مالكيش فيه. جرايه يا بت، انت فاكرة انك هتعرفي توقعي بينا؟ كان غيري كشتر يا حبيبتي. انت ما تعرفيش انا مين؟ هتكوني مين يعني؟ اكيد وباء ماشي على الارض. استغلي اطفال ابرياء، تعملوا لي جمعيات وفلوس من بره وعامله لي فيها ست شيك. اهو ده بقى كلام الجرايد اللي لا هيودي ولا هيجيب وما بيأثرش فينا. تلاقيش يا ريسة. ان شاء الله بكره الصبح هتكون صورتك في صفحه الحوادث باذن الله. لا لا والنبي بلاش صفحه الحوادث، في صفحه الفنون الطف. ايه رايك؟ ساسا كلبانة تعالى فكني بسرعه. ولا اقول لك بلاش بلاش، امشي بسرعه، روح بلغ البوليس. مش امشي من هنا غير لو انت معايا. يا ريت يا كنبالة يا ريت، بس لو شافوك مش هتقدر عليهم لوحدك. انا مش لوحدي، انا جايب معايا مدد. اظهر الدار امان. سامح انت جايه تشتغلي ايه؟ انا جايه هنا اشتغلي مخطوفه. جملك انت ليه ما بلغتش البوليس؟ ما انا بلغت مراته. هو ده وقت هزار يا سامح؟ قصدي بلغت كاميليا، وكاميليا قالت لحسين، وحسين جاي ورانا، وانت عارفه بقى الدنيا زحمه، البوليس بيتاخر. انا هنزل افكك، هنزل افكك. انزل لحد يشوفك. حاسب عايزك تتدقلج. انا ناقصه بلاوي. بالراحه بالراحه. انزل انزل بسرعه. طيب بص بقى. ايه؟ انا عندي فكره حلوه قوي. ها؟ قوي. شفتها في فيلم قديم. الله حلوه قوي. هي لسه قالت حاجه؟ قولي الفكره. مش فاهمه انا، ولسه قلت حاجه. بصوا بقى، شايفين البراميل اللي هناك دي؟ اه. بتعرف تعوم يا سامح؟ اه بعرف. عوم بقى لحد البراميل. خلاص خلاص بقى خلاص. شايفين البراميل؟ اه. والشويله الخيش دي شايفينها؟ ايوه. بس بس ما تكمليش، ابعتي نديها لهم واحد واحد. كده انت افتكرت الفيلم. ايوه بس عايز اقول لك حاجه، خلي بالك من العطوطة. يا سلام. طيب. يا علاء يا كل. ولا يا علاء يا كل. عايز اوزع ملي ده. ولي يا ولد 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 ولي يا ولد. اطحنوه. اجهز في اللي بعده. يلا 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 تعالى هاتنا. ولي يلا يا سعيد يا قطه.
الدوشه اللي انت عاملاها دي. ولي يا ويل، 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 ولي يا ويل. حسب النار يا توته، النار يا توته، النار يا توته. يا سامح جتك نيله في حبلك، نار ايه؟ مفيش نار اصلا. طب حاسب يا اخويا لو القصه تتحرق. كانوا بيعملوا كده. يلا يلا اللي بعده. اللي بعده هات يوه، هات يوه. يا ماجد، يا ماجد، ماجد. وفي ايه؟ ولي يا ويل، ولي يا ويل، ولي اسحب يلا اضرب يا ولي يا ويل، ولي يا ويل، ادي 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 يا دبور، يا دبور، دبور. ولي يا ويل، دبور ايه ده؟ ديناصور، اضربوه يا عيال. ولي يا ويل، 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 اديله يالا. ولي يا ويل، حاسب النار يا توته، النار يا توته. الله يحرقك يا سامح، عرفتني نار ايه؟ ايه بس في ايه؟ طيب وانت عملتها يا كلاباله؟ عملتها. امسكهم بسرعه، كله يسلم نفسه، كله يسلم نفسه. اخيرا اخيرا وقعتوا في ايديا. ازيك يا مدام برديس؟ انا اسا من فضلك. هنشوف الموضوع ده بعدين، يلا خدوا مع البوكس. ايه ولا؟ ايوه يا حبيبي انت اولهم. انا زميل كاميليا، انا زميل كاميليا. انت وكاميليا على البوكس. يلا يا ماما. ايه يا حسين؟ يا حسين كل ده عشان تيجي؟ يا حسين حرام عليك. هنعمل ايه؟ كاميليا مراتي اصرت ما ينزلش من البيت الا لما اكل الحواوشي. الله يهدك انت وكاميليا. قلت ايه؟ حواوشي؟ الله. طب جبت لي معاك حواوشي يا حسين؟ انا جعانه قوي. في البيت بتعالي يلا معايا ناكل هناك. طب تعالى فكني يا حسين، تعالى فكني عشان اجي معاكوا البيت والنبي. تعالى. لا مش هفكك. ايه مش هفكك؟ يعني هتسيبني مربوطه هنا يا حسين؟ انا ظابط وعملت عليها ابطل العصابه. انت يا اختي صحفيه، فك نفسك بمعرفتك. ايه يا حسين؟ ايه علاقه ان انا صحفيه بانك تفكني دلوقتي؟ حسين، حسين. انت واقف الكومسة؟ ها؟ ها؟ مين هيفكني؟ مين؟ ها؟ ولي يا ويل، 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 ولي يا ويل. انتظرونا في مسلسل يوميات دودة مبكوسة قوي الجزء الثاني، بطولة ديدي. ديدي مين؟ ماشي ديدي. انتظرونا في مسلسل يوميات دودة مبكوسة قوي الجزء الثاني، بطولة داليا البحيري واخراج احمد نور. كل سنة وانتم طيبين. التحية دي لمعلم بسوء الرفاعي. معلم قصر الرفاعي اللي عجيب حق المعلم بسور رفاعي. معلم بسور رفاعي حقه حيرجع. وفردوس عبد الحميد عمرها ما هتزعل. لازم تشوف محمود. يا نهار ابيض. وزوم يلا عرين، اعملوا من ناحيه ثانيه ولا مش بالراحه ده ايد عرينو حقيقي. احمد حسن معاك يا كريم. اوه ماي لاف يو. يا شكلك بكره بالليل. كريم 1 اور because we have here 15 or 16 in flat. انتظرونا في مسلسل يوميات زوجة مفروسة قوي الجزء الثاني، بطولة داليا البحيري اخراج احمد نور. يا رب يعجبكم. يعني يا فرستي كات.